المباراة هي كانت مباراة يعني شيقة ممتعة بين الفريقين، يعني شاهدنا شوطين مختلفين. الشوط الأول سيطر فيه فريق الاتحاد البيضاوي، ولكن الشوط الثاني فريق الراسينغ البيضاوي قدم مباراة جيدة، وذلك بناء على التغييرات اللي قام بها الفريق وكذلك النفسية اللي كانت عالية للاعبين. أظن أن المباراة استوفات كل الشروط، استوفات كل ما كان مطلوب منها، لأن نتيجة التعادل كانت منصفة للفريقين، وبالتالي استمتعنا نحن الحاضرين يعني بمباراة كانت جد ممتعة. بالنسبة للهدف التعادل هو هدف يعني شرعي، لأن فين كان المشكل؟ المشكل هو أن عندما اللعاب يعني سونتر الكرة رجعت بعامل ديال الرياح اللي كانت في الحارس، بقى بعيد اللاعب اللي سجل الكرة سجلها من موقع يعني كان موقع شرعي صريح، ولكن اللاعب الثاني هو اللي كان عنده احتكاك مع الحارس، ولكن هي كانت بعيدة جدا. والهدف كان شرعي، هدف التعادل كان 100% حقيقي، يعني ما كاينش مشكل ما كاينش اشكال. هي ظرفيه مهمه بالنسبه لفريق الراك، لان كان الكل تمني النفس ان الحكم خلاص غادي تنتهي المباراه، يعني في الوقت اللي كان تقريبا في الدقيقه الاخيره فريق الراك كان مسيطر على اجواء الشوط الثاني، سيطر في الاخير، وبالتالي كان الهدف يعني كان هدف اللي يمكن يقول هو نتيجه يعني جات منصفه لفريق الراك اللي قدم شوط ثاني رائع جدا وفي المستوى المطلوب.